سقر أكادير في الموعد سيدتي سادتي. هنيئا هذه اللحظة الرائعة، هنيئا لمن شرفونا بالحصول على كأس العرش، كأس العرش في كرة القدم. وفي الحقيقة وشعور لا يوصف. الحمد لله من بعد 11 عام ديال التمارات تأتلنا أننا ندخلوا أول كأس العرش للمدينة، ما سهلاش، عمل طويل ومعاناة وربما الدموع اللي خرجت نهار بعد نهاية المقابلة، قبل نهاية المقابلة بدقائق، لأننا كنا عارفين أنه ربحنا في ثلاثة دقائق الأخيرة. الدموع اللي خرجت كتعبر على ذاك المعاناة اللي كانت خلال 11 سنة من العمل والمواصيل والجدية والمعقول، وفي الأخير حتى شغل بلو تكنيك وتكتيك الدراري ديفلوبوا بزاف الحمد لله، وتقاتلوا وجابوا هاد اللقب لهاد المدينة العزيزة علينا. أولا تنبغي نشكر المجلس البلدي على هاد المبادرة الطيبة أنه استقبلنا خلال هاد الماراثون، وكنشكرهم على القيمه الماليه اللي عطاو للفريق، على الاقل غيحقق لنا شي جزء من داكشي الالتزامات ديالنا مع اللاعبين، لانه كاس العرش ماشي شي حاجه قليله، خصنا هاد اللاعبين يستافدوا. كاينين دراري اللي في لافان كارير ديالهم خصهم يستافدوا على الاقل من هاد السنتين او ثلاثه السنوات اللي بقات ان شاء الله في الكارير ديالهم. وحنا الايفا ديالنا راه كان في نصف النهائي هاد السنه ديال البطوله المغربيه، وكان السنه الماضيه في النهائي، وكيلعبوا سنيور، عندنا لاعبين اقل من 19 سنه كيلعبوا مع لي سنيور. حنا لا فورماسيون سي ان تيم اللي ما كنطلقوش منه، كنحاولوا ديما يكونوا عندنا خمسه سته ديال الدراري جداد، وكنحاولوا في المدينه نقلبوا على المواهب اللي كاينين عند الفرق الاخرى، والحمد لله الفرق ديال سوس كلهم تعاونوا معنا، يعني عندنا لاعبين اللي جاوا من فرق اخرى واليوم تتوجوا بكاس العرش مع صقر اكادير، ونتمنوا هذه العلاقه اللي بين صقر اكادير وفرق كره القدم داخل القاعه في سوس تبقى هكا، باش لان الحمد لله اليوم سوس ولات جوج فراقي في القسم الوطني الاول وجوج فراقي في القسم الوطني الثاني. هذه خمس سنين كانت هي صقر اكادير في بريمير ديفيزيون ورجاء اكادير في دوزيام ديفيزيون، الحمد لله التعاون اللي كاين ما يمكن له الا يطور كره القدم داخل القاعه في سوس، وحنا اون باراليل راه خدامين في لا فورماسيون. فاولا الحمد لله حنا فرحانين بزاف باننا حققنا هذا اللقب الغالي، لقب كاس العرش اللي كلشي تيتمناه، الحمد لله ربحنا وفرحنا الناس ديال اكادير، فرحنا المدينه، وحنا فرحانين بزاف، وان شاء الله باذن الله تنوعدوا الجمهور سوسي باذن الله مسيرة اللقب باذن الله. وكما تعرف اي لاعب خصو يمشي للمنتخب الوطني خصو يكون واحد اللاعب منضبط، يكون تيحافظ على الصحه ديالو اولا باش يكون في واحد النيفو اللي يكون مزيان. والحمد لله كما تعرف ف اكادير كاين بزاف ديال الدراري تيمثلوا في المنتخب الوطني كايوب العطار اسماعيل مازال، وان شاء الله تنتمناو مزيد من الدراري ديال سوس ان شاء الله يزيدوا يمثلوا المنتخب الوطني في قادم المنافسه ان شاء الله. فالشعور ديالنا شعور لا يوصف، حنا فرحانين بزاف باننا ربحنا الكاس هذه، كنا تنتسناو سنين شحال من مره كنا خسرنا في الفينال وخسرنا في الدومي فينال شحال من خطره، ولكن الحمد لله هذه المره ربي نصفنا وبغينا نربحوا، فالحمد لله حنا فرحانين بزاف بزاف، وتنشكروا الناس كلهم اللي داروا لنا التكريم، وان شاء الله نتمناو يدعوا لنا مزيدا من البطولات ان شاء الله عاوتاني. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.